سيدي السلام عليكم. نحب نحكي لكم على موضوع ما بين الراجل والمرأة وشنية سبب التلاق. قل لي علاش بعد ما حبطت الفيديوهات هذوك على المرأة والراجل وعلى التلاق اللي كثر في تونس. امبارح يحكي معايا بسيكولوج فسر لي حاجات اللي بالرسمي ما كانتش على راسي، يعني ما تكونش في مخي، لكن حبيت نود بها ولاد بلادي والراجل والمرأة باش تفهموا على شنو يقدمين غدوة. بالله اللي يسمع الفيديو هذا كالعادة عجبك خد جيم، ما عجبكش زبيه، اعطيني اكتب لي كومنتير متواضع عندك الحق يا ميمو ولا ما عندكش الحق، سوى المرأة سوى الراجل. به انتم تقولوا علاش المرأة تبدلت والمرأة تقول علاش الراجل تبدل عليا. به اخزر شنو تعمل انت يا سيدي بن سيدي كي تاخذ المرأة. كان خديت المرأة على أوراقها باش تقدر ترقد لها حلفة ولا لا؟ باش تاخذ الأوراق. بعد ما خديت الأوراق اش تعمل؟ تتبدل عليها ولا لا؟ باه. المرأة اش تقول؟ باش تحس بالإحساس هذاك كيفاش المرة الأولى كان معايا باهي وكان يجيب لي الورد ويقول لي يا عزيزتي ويا حبي ويا منة. المرأة تشد البغض. المرأة حساسة برشا. وما نقولوش كان المرأة، حتى الراجل نفس الحكاية. في بالك اللي المرأة تنجمك تحطمك تحطيمة اللي ما عمرك ما ريتها. شفت قوتك وفلوسك ونفوذك جي مرأة، فهمتني، اللي انت تحقرها تطيح لك قيمتك كومبليتمون، ترجع تحت الصفر، تبديش عندك مليارات الدنيا. المرأة اللي طلعك والمرأة اللي تحطك به تدخل عليها قوي، انت خاطر انت راجل وشخصيتك قوية ومنه وهي اش تعمل؟ الوقت هذاك لا حول ولا قوة للمرأة، لكن انت تقول لها الكلام وهي تحط في قلبها. المرأة ما تنساش تحط في قلبها، تعبي القلب نتاعها. اش تعمل؟ مني كانت تقول لك يا عزيزي حاضر ويا حبي ونحبك ونجيب لك البان والماء وطيب لك ماكلتك وتعمل لك كيكه وتكلمك في التليفون تهز عليك وتخاف منك وتقدرك ومنه ومنه، نهار كي تتحول وتتبدل عليك شنو باش تقول؟ مرتي عرفت واحد اخر. يدخل لك الشوك هذا في راسك، واذا كان دخل لك الشوك هذا في راسك راك باش تمرض كومبليتمون، باش تمرض كومبليتمون، باش تولي تخمم، تولي ماذا بيك تكونترولها، تولي ماذا بيك تكونترولي تليفونها، خاصة يبدا بالكود، اش تعمل؟ وينك؟ حل الكاميرا، حل منها، دخلت في المتاهات هذيك اخويا العزيز صاي وفيك كل شيء، يعني صاي باش تولي المرأة هذيك شاكك فيها وما تنجمش تعيش معاها. المرأة نفس الحكاية، مني كانت تتجبد على الراجل، والراجل يتوع فيها يتوع فيها يتوع فيها. نهار اللي الراجل يتبدل يولي مطفيها ما على بالوش بها، ترقد معاه ما ترقدش معاه، المرأة تولي تخمم، يدخل لها نفس الشك اللي دخل الراجل. تفهم فيا؟ تولي تعس عليه، تولي تنكد له في عيشته، ايش عمل؟ ايش ما عملش؟ على ذاك تكثر ما بيناتكم العرك والمشاكل والطلاق. الحل للموضوع هذا هي شنيا؟ ارضى بمكتوبك، كيما تعامل المرأة انت تو تعملها، تعملها تقول انا قوي، انا عندي اوراقي، انا اللي نصرف عليها، انا اللي نحكم، انا اللي نفرض وجودي. لا يا بابا زين، المراه تحب تطيح لك قيمتك، تطيح لك قيمتك، ينود اللي تقول لي انا راجل وانا نفعل وانا منه وانا منه. شو كي تبدا انت وعائلتك، نهار كي خسرت عائلتك خسرت كل شيء في الدنيا هذيا. تقول باش نعاود حياه جديده اخرى، اوكي، عاودت بنت لصل، شوفوا شوف توا فما مش ما فماش، اما صعيبه برشا. كيما انت مخك يخمم كيما هي تخمم نفس الحكايه، انت كي تهينها وتقول لها اه وتعيط عليها وتسبها، تحب انت شكون يهينك؟ ما تقبلهاش، ما تقبلهاش كي تهين توا، انت كي تهين المراه كيما تهينها هي، يجي واحد اخر يهينك انت، انت ما تقبلهاش. المراه تحط تخزن تخزن تخزن، نهار كي يوصل الليميت نتاعها راهي تعيطك في حياتك، راهي تعيطك في حياتك، وراهي تبيعك في اللي وراك واللي في قدامك، وتوريك شر الشعث. وما تنساش، واذا كان تحت في الحب نتاعها ولا ولفت بها، اعرف روحك راك سيكيني، مش كي يعطيوك في الرالي، مش كي يجيبوا لك ملكات جمال العالم، تراها كان هي وترى كان صغارك، ملكات جمال العالم، حطوها وحط الشراب وحط الفودكا وحط الشموم وبدا شيخ وقول انا شيخ، لكن انت في داخليتك
مريض 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 كيفاش المرأة عملت فيك هكا. برشا ناس كانت عندها ريستورونات وفلست ومشات شبت في بالك كي باش يسكر باش ينسى، لا كي باش يسكر باش يزيد تخمم، على خاطر بعد ما تفيق من السكر تقول اي راسي. يعني ماذا بيكم تلقاو حل ما بين المرأة والراجل الاثنين مع بعضكم وتخموا في حاجة بركة، تخموا في النورات اللي عندكم وتقدموا على قدام والاحترام والقدر. إذا كان تحلق قدر وفات العيشة، ساعات تقولوا أنا خديت امرأة تونسية وجبتها معايا لبرا ومن بعد قلبت عليا، أنت شو عملت معاها قبل ما تعمل لها الأوراق؟ رد بالك بابا زين، راهي ترقد لك حلفة وراهي تخزن كل كلمة تقولها لها وكل إهانة تهينها لها، كل حاجة تعملها معاها باش ترجع حالك. بعد شوف الإحساس اللي حسيته هي وقت اللي انت تعامل فيها بنفس الطريقه وهي باش تعاملك بنفس الطريقه. راهو ولات المراه والراجل الند بالند. نحنا القدم القدم مشى في بينا بابا وبوك وامي وامك، انسى بابا زين انسى. والمراه كي تحب تعمل راهي تعمل، كي تحب تخونك راهي تخونك حتى قدام عينيك وانت ما تشوفش شيء. صاحبي الغول وحاجه اخرى كثرت عند التوانسه، البخوخ والسحر، والاخر يسحر راجله والراجل يسحر المراه، برا مشي العرافه وبرا شوف هذا ايش عندك، برا شوف هذيك كلها شكوك 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 في شكوك صاحب الغول. واذا دخلت في التونل القنطره هذيا ربي يرحمك خويا العزيز، فهمتني؟ وان شاء الله توفقوا ما بين بعضكم وقبل ما توصلوا للطلاق ولا قبل ما توصلوا لحاجه كيما هذيا اغزلوا لصغيراتكم واحمل كما حملت امي كما حملت امتنا كل، وكملوا على قدام وان شاء الله ربي معاكم اجمعين. حاجه بركه حب من دراع هذايا الدكتور النفساني اللي حكى لي الحكايه هذيا، كلامه صحيح ولا غالب؟ دعمونا بجام وقولوا لنا صحيح ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.